فيما يتعلق بأحداث ديال 20 فبراير، هذه مناسبة بالنسبة لأحداث ديال 20 فبراير، والمناسبة شرط طبعا أنه الساكنة ديال أسفي بما فيها الجمعيات والفاعلين السياسيين حاضرين وكيعبروا على الرأي ديالهم. هذا الرأي اللي كيتماشى في هذا السياق، والسياق طبعا اللي فيه واحد عدد المشاكل اللي كتعيشها أولا ساكنة أسفي، لا من الناحية الاجتماعية ولا من الناحية الاقتصادية ولا من ناحية المعيش العام. وبالتالي هذا تعبير ديال الساكنة ديال الجمعيات باش تستنهض بالجهة بأسفي، على اعتبار أنه كنقولوا خص تكون عدالة جهوية، خص أسفي تعطاها المكانة ديالها على كافة المستويات، وبالتالي أن كل واحد كيعبر على الرأي فهذا مضمون طبقا لمقتضيات ديال الدستور. واليوم بالضبط انه جينا حنايا كمعبرين على الراي، معبرين على الجمعيات، معبرين كذلك من خلال الفعاليه ديالنا في احزابنا السياسيه وفي نقاباتنا وفي جمعياتنا، ولكن الهدف الاسمى والهدف الاساسي هو انه ينهضوا باسفي، وهذا ميساج او خطاب موجه للجهات المعنيه. وبالتالي ان الحدث ديال 20 فبراير هو تعبير بالفعل على إعادة الهيكلة وإعادة البناء فيما يتعلق بالوضعية الاجتماعية وبالوضعية الاقتصادية. ناخذوا على سبيل المثال الوضع ديال الصحة في أسفي، فهو كيعيش كارثة بكل معنى، كذلك الوضعية على المستوى التعليمي، كذلك الوضعية على المستوى الشغل. وكنطرحوا هنا سؤال، علاش أنه واحد عدد المشاريع كتهرب من أسفي وكتمشي لجهة أخرى؟ أسفي عندها تاريخ، سواء كان تاريخ نضالي، تاريخ اقتصادي، تاريخ حتى على مستوى البناء. كاين لو سي بي اللي خصو يساهم من موقعه في انصاته للجماهير، في انصاته للساكنه ديال الناس، وبالتالي انه يساهم بدوره في حل واحد العدد ديال المشاكل. طبعا جمعيه المجتمع المدني حاضره، الاحزاب حاضره، طبعا وبعد تنقول الاحزاب اللي عندها كقوه اقتراحيه عندها اهميه في انه ساهم في تأطير الشباب. مع الأسف أنه كنسجلوا هذه المسألة، أنه كاين تراجع فيما يتعلق بتأطير الشباب. الشباب كيعاني، فبدل أنه من أطر الشباب هذا الشباب اللي ممكن أنه ينحرف ويمشي للجهة أخرى، فكان بالأحرى على كل الأحزاب الوطنية، كل القوى الوطنية، كل النقابات الوطنية أنها تساهم من موقعها في تأطير الشباب. وبالتالي حركة 20 فبراير كانت شبابية، جاءت في سياق أنه تبلغ رسالة، تبلغ يعني قول على أن الشباب بالفعل أنه خصو يتأثر، والتأثير معناه هو أنه يساهم في الفعل السياسي، في الفعل الثقافي، في الفعل الاجتماعي. هنا كنعاود نطرح أنا سؤال، كاين هناك دور الشباب، ولكن دور الشباب مع الأسف أنها خاوية. كاين هناك معاهد اللي من المفروض ان هذه المعاهد تكون مفعله وتكون مشغله على اساس انه تعمل على استقطاب الشباب، والشباب طبعا هما عماد المستقبل، وفي غياب التاطير راه هنا تتبقى مشكله. كنعاود نشد كل القوى الوطنيه، كل الجمعيات ديال المجتمع المدني، وبينا كنفتحنا واحد القوس، ماشي جمعيات المجتمع المدني اللي كاينه على الورق، ولكن جمعيات المجتمع المدني الفاعله اللي غادي تدير واحد البصمه ديالها على المستوى الثقافي، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي. بالنسبه للمغرب هو محتاج لنهضه اللي غادي تنخرط فيها جميع الفعاليات، ينخرط فيها كل المواطنين ديال الشعب المغربي، لانه كما قال روجيس ديبريي، من لا وطن له لا حدود له. حنا بغينا واحد الوطن يتسع للجميع،
بكل حريات، بكل تعبير، بكل فرح وبكل حب بالنسبة لهذا الوطن. تحية للجماهير المصفوية والجماهير الشعبية بمناسبة وذكرى 20 فبراير مجيدة، والمجد والخلود لشهداء حركة 20 فبراير. الناس أدت الضريبة وسالت الدماء. الآن كيطرح السؤال ما بعد 20 فبراير؟ الزيادة المهولة في أسعار، خنق الحريات العامة والمحاكمات السورية، اعتقالات إلى غيرها من الظواهر الكثيرة، واللي أعطت كذلك ظواهر أخرى مثل ارتفاع نسبة الجريمة لجلهم شباب بدون آفاق بدون مستقبل. إذن حركة 20 فبراير هي جزء من تاريخ ديال المغرب، هي محطة تاريخية عبر فيها الشعب المغربي على المعاناة دياله وعلى رفض الاختيارات اللا شعبية واللا ديمقراطية اللي كينهجوها الحاكمين في ارتباطهم بدواليب الإمبريالية، صندوق النقد الدولي وغيرها، واللي أعطت واحد الواقع جد مأزوم. الآن ذكرى 11 و 12 ديال 20 فبراير واللي خلدت روضة من الشهداء، وكانت مدينة آسفي أعطت شهداء. فبهذه المناسبة نعزي جميع عائلة الشهداء ومن بينهم عائلة كمال عماري، ونطرح إلى أين وصل ملف الشهداء اللي ضحوا واللي ماتوا في أرض المعركة، لا زال في الرفوف سواء عند النيابة العامة أو تقرر فيهم الحفظ، في حين إذا ما تعلق الأمر بتدوين لأحد مدونين أو فيسبوكين أو غيرهم كتكون المتابعة عن عجل. إذن الكيل بمكيالين، خنق الحرية العامة، قمع جميع الحركات الاحتجاجية سواء اللي كينا من بعد 20 فبراير واللي هي أهمات الريف وكذلك جرادة وزاقورة وغيرها واللي خضعت المدينة النصيف ديالها. ما نموذج آسفي من الوضع المتردي وتفشي الفساد خاصة عند لوبي الفساد سواء في العقار أو في المجالس ديال المنتخبين أو غيرهم إلا دليل على أن لا زال الحاكمين متشبتين بالفساد وبهذه البقرة الحلوم. إذا لا خيار إلا خيار الكفاح والنضال من أجل فعلا الدفاع عن المكتسبات وعلى الديمقراطية التي ناضل من أجلها الشهداء ومناضلين ديال اليسار الحقيقيين. فتحية لكل غيور وتحية لكل الشعب المغربي بهذه المناسبة التي نعتبرها جزء من تاريخ ديال البلاد، وتحية لكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.